إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، كنتواجدوا معكم حاليا بحي المغوغة وبالضبط بحي الحمام. هذا الحي الحمام لا جيتو ليلو وشفتوه، أنا مأكدة ما غيجيبكم إن شاء الله باللي ساكنين في طنجة، وباللي حنايا في واحد السنة اللي هي سنة 2024 اللي هي سنة الحداثة والتقدم، وكنشوفوا الإصلاحات اللي كاينين في المدينة، وكنوجدوا رأسنا طبعا المشاركة العالمية اللي غنشاركوا منها طبعا كأس إفريقيا كأس العالم إلى آخره. حاليا رجعنا كندخلوا لشي أحياء في طنجة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي دابا هاد حي الحمام واحد من بعد من بين عدة الأحياء اللي وقع فيهم كوارث، وفاش كتجي الإصلاحات ما كتشملهمش. هذه هي اللي هذا هو السؤال، علاش ما كتشملهمش الاصلاحات؟ الاصلاحات كتشمل غير الواجهه الرئيسيه للمدينه، وكان الناس اللي داخل ماشي مشكل، يعني طنجه هي الواجهه. الا دخلتي للاحياء فحدث ولا حرج. دابا حنا حاليا هنا كنتواجدوا في هذا حي الحمام، الا جيتوا تشوفوا غادي تبان لكم بحال اللي باقي ساكنين حنايا في باديه. وطبعا تحيه للناس الباديه، حنا ماشي كنعيبوا ولا كنقولوا، ولكن كنضربوا مثال، يعني الطرق اللي باقي ماشي معدله، الاناره العموميه اضعف الايمه ما كايناش. قلب حمودك قلب شويه وري لهم الطريق كيف عامله. شوفوا معنا مشاهدين متتبعين قناه شوف تيفي الطريق كيف عامله. الطريق كارثيه، غتجيو لهنا الاناره العموميه ما كايناش. تخيلوا حي باكمله فيه واحد بومبيه، اقسم بالله لواحد بومبيه، بومبيه وحده هي اللي كتضوي على حي كامل. يعني تخيلوا معايا في الليل شحال من كريساجات غيوقعوا، شحال من واحد غيكريزي، شحال من كوارث غيوقعوا، الارض الطريق الزبل، المهم العديد من المشاكل. جينا اليوم وعينا وان شاء الله استنى واحد الروبورتاج اللي غادي ينزل، وغادي تشوفوا عن قرب، غتشوفوا هذا الحي والمعاناه سكان هذا الحي فيه. تفضل عاودنا بالضبط، بغيتك تقول لنا شنو المشاكل اللي عندكم، واش مشيتوا عند المسؤولين يعني المنتخبين قصدتوهم، شنو عملوا معاكم، شنو ما عملوش معاكم؟ تفضل قولي بالضبط شنو عندكم وقع في الحومه. اختي حنا ماشي ما نقولوش مشينا، يعني مشينا وهذه سنين باش مشينا. مؤخرا كانت عينا يعني في مشي 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 في هذه الدوره، هذه راه ما عملنا حتى لقاء يعني مع الرئيس الجامعه، لان كنتظروا منهم هما اللي خصهم. واش كتقصد رئيس مقطعه ولا رئيس الجامعه؟ رئيس مقطعه الشرف سي بن عزوز اللي كنقصد بالضبط. يعني هذاك الشخص هو اصلا اللي خصو هو يجي يزورنا، هو يجي يشوفنا كيفاش عايشين، ماشي حنا غنجيو عندو المكتب نطرقوا الباب ديالو لا كاين ما كاينش، وغنحكيو له الظروف ديالنا يعني غير على الورق. لا خصو يجي عندنا الارض الواقع ويشوف الدخل كيفاش عامله، ويشوف الحي كيفاش عامل، يعني كما كيتهلا في الاحياء ديالو او في الحومه ديالو اللي غنسميوه مثلا طنجه الباليه، شوف كيفاش رجعت تبارك الله منوره. ماشي كنحسدوهم، هذاك حقهم خصو يتعدل لهم إيه، ولكن حنا عندنا حقنا حق ديال جميع المواطنين وجميع الاحياء بحال بحال، ما يمكنش واحد حاجه واحد يستافد واحد ما يستافدش، وسيرتو انهم تابعين نفس المقاطعه. هادشي اللي كنقصد به، يعني حتى هذوك من حقهم ومن حق جميع الاحياء خاصها تستافد. ولكن السؤال اللي مطروح، علاش هذا الحي هذا مهمش ومنسي؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. إذا كانت شي حاجة شي عيب فينا حنا، يعني يوجهونا يقولوا لنا لا حنا ما كنصلحوا لكمش، علاش شنو فيكم شنو فيكم خصكم تصلحوه؟ حنا نصلحوا، حنا مستعدين نصلحوا راسنا براسنا، ماشي مشكل. غير اسمح لنا راه حنا عايشين معاهم وبحال بحال عادي. هذا هو اللي كنقول لك، يعني خصنا حنا ما عارفينش السبب، السبب خصنا نعرفوه. علاش حنا مهمشين بحال هكذا؟ واخا مشيتوا عملتوا شي إجراءات، هبطتوا لعندهم، كتهبطوا لعندهم شنو كيقولوا لكم؟ هبطنا نقدر نقول لك دابا ملي كانت عندنا الجمعيه هنايا المغوغه الكبيره للتنميه والتوسل، يعني كملت العهده ديالها ما تجددتش، لان ما لقات حتى شي نجاح، ما لقات حتى شي دعم، ما لقات حتى شي معامله. بالعكس وهذه الجمعيه كانت شاركت في السنه ديال الدستور ديال 2011، كنا من المساهمين ديالها في النشاطات ديال الجماعه، في النشاطات ديال العماله، وساهمنا بزاف ديال الانشطه معاهم، وفي الطلبات ديالنا هما ما ساهموا معنا حتى في شي حاجه، ما نجحوا لنا حتى في شي حاجه، وخصوصا هذا الحي الدخله ديال الحمام اللي كنقصدوا حنا الدخله ديال الحمام. المغوغه الكبيره يعني تسارها من العزيب حتى للسكه تبارك الله كيفاش مصلوحه، الا هذه الدخله هذه ما عرفناش علاش. الا غادي هذا هو السؤال، شنو كيقولوا لكم ملي كتقصدوهم؟ شنو كيقولوا لكم ملي كتقصدوهم؟ الواحد كيقول لك رب غادي يجيو، غادي يجيو نعدلوا ان شاء الله، هاد السنه غادي تكون ديالكم، هاد السنه النوبه ديالكم، هاد السنه النوبه ديالكم. يعني سنين هذه انا نقول لك من 2011 لدابا راه تبارك الله راه 22 سنه. واش ما كيجيوش حتى يعينوا حتى يشوفوا؟ ما كيجيش يشوفوا ولا يعمل معينه ولا يشوف شنو كاين؟ حتى حاجه ما كيسردوا لا لجنه لا والو.
كانت جات لجنه من قبل شحال هذه كانوا جاو وبحال قلت لك كانوا جاو وبغاو يعملوا الزفت فوق هذا الشيء هذا بلا اصلاح ديال واد الحرب لا حتى شي حاجه ما خليناهمش يمتنعنا قلنا لهم يعني صلحوا لنا واد الحرب الاولاني عاد عملوا لنا الزفت قال لك صافي حنا غندرسوا واد الحرب من تما ما شفناهم يعني هذه من 2012 لدابا تما ما شفناهم ما شفنا حتى شي حاجه من عنده من 2012 محمد ملي جابوا لنا الزفت لهنايا شنو صلحوا جاو كان غيصوبوا الطريق جاو كان غيصوبوا الطريق هنايا وتلقى لهم مصطفى الحمام توفى الله يرحمه ورحمة الله تلقى لهم قال لهم ما تضربوش ليا الارض ديالي فكانوا غيديروا واحد جوج متر ديال البورديو من هنا وجوج متر البورديو من هنا وتلقى لهم يعني شي يعني بلاتي يعني بسببه ما تمش الاصلاح ديال الحي بسببه ما تمش الاصلاح ديال الحي بسببه لا بسببه هذه الهضره الحقيقيه شهاده الحق يعني هذا احد سكان الحي بدون بلا ما نسميه واعر ها يعني هذا السيد اللي كتضيع عليه انا كنساكن معكم في الحي مع ذلك منع الاصلاحات لا ماشي منع الاصلاحات منع الارض ديالهم الارض ديالهم هذيك الباركير الارض ديالهم قال لهم تراكس تمايا حبس تراكس قال له وقف تراكس قال له علاش قال له تضع عليك الارض اللي خويه اللي بحال باركي اللي تكون تبعت فيها نعم ولكن واخا كاينين جهات اخرين اللي ملك عام هذيك الارض ديالهم ماشي كامله الارض ديالهم كامله الارض ديالهم كامله فهمتي حنا عطيناهم فلوس باش دوزنا الارض وسمحوا لنا باش دوزنا الارض وجينا بغينا ملي جاو بغاو يدوزوا البلديه بغات تدوز البلديه ما خلوهمش قال لهم تيتفاهموا معنا عاد دوزوا البلديه ومن حقه وفو داك الشيء بقى داك الشيء هذاك بقى داك الشيء هذاك الى حد الان انت كتشوفي الحاله كي دايره لا تحمد عقبه انت كتشوفي الحاله ما تسمتي من مور داك الشيء ما عاودوش جات لهنا هنا لجنه عندكم لا حتى شي حاجه والو ما جات لا لجنه لا واخا تعمل شكايه واخا تعمل اللي يعمل واخا تعمل شكايه واخا تعمل اللي يعمل غنوض عندك غنوض عندك معلش بسم الله يخليك اجي صافي تفضل السلام عليكم عملنا شكايه دابا شي عام دابا ما كاين والو الطريق هذه اللي كتشوف دائما محفره راه فينا تيعمروا بالرمل راه فينا تشوف الحفره قداش الطوموبيلات كيطلعوا صورنا شو راه فينا كيفاش عملنا يعني هادشي هذا عملنا شكايه وما كاين والو الشكايه واش ما كيتمش التفاعل معها ما تفاعلوش ما كيتمش والو ما كيتفاعلوش معها خصو والو الواد الحر وين فوق يطرطق واش الواد الحر اعتقد ان الواد الحر خاصو الشركه المكلفه بالماء والكهرباء قال لك من جبناهم الرابع اسمعني جبنا شنو سميتو عملنا الشكايه جاو عملوا جاو تماك شافوا في الاخر قال لك احنا امانديس خصهم يعطيونا ما عندهمش من ترخيص من عند جماعه يعني بلاتي شكون اللي خصو شكون خصو يعطي اخر امانديس خصها تعطي ولا شكون فهمت مثلا الجماعه خصها تعطي الترخيص الجماعه ماشي مقاطعه اه يعني باش يدوزوا لهم هذا الحار او باقي هيدا هو تم كيوصل حتى الاتجاه هذا واخا دابا الى سقسيتك شحال من حاجه كتعانيو هنايا من هذه الحياه دي شنو المشاكل اللي عندكم خصوصا الطريق بزاف الطريق عندنا الطريق والضو مره كنعيطوا لهم كيجيو كيشعلوا هذا الاتجاه هذا كيكون مسلس كيبقى يومين لكن جهه اخرى فيها بومبيه وحده اتجاه اخر ممكن ما فيهش شيء وحده معلقه في واحد الدار بومبيه وحده ديك الاتجاه المهم الاتجاه هذا كنعيطوا له كيجي كيكون شي شاعل كيعيطوا لهم كيجيو كيشعلوا كيشعل المهم الاتجاه هذا المشكل في الطريق بزاف اللي عندنا بزاف والضو اتجاه الانارات اتجاه هذا هو المشكل اللي حاجه من غير هادو العام شنو هو؟ الزبال والساق والروينه وقيامه ماشي غا الطريق وصافي الطريق والزبال واناره والساق والوداح وكل شيء كنعانيو منه هذا الزبل هذا وهذا الوساق ما كيأثرش على الصحه ديالكم؟ أثر ماشي على الصحه الحبوب ما كيعيش لنا من الجلد ديالنا طلع شوف لا شوف ملي كدور ما كيمشيش اسمعني ممكن نطلعوا نشوفوا ديك الواد تشوف الواد الحار كيفاش هواد ممكن نطلعوا نشوفوا دابا نطلعوا نشوفوا اي ماشي مشكل ممكن نشوفوا ان شاء الله ايوا الواد هذاك بوحديته هذوك دابا سكنوا تما وداروا حفره تما وطلعت الحفره عملت الحفره ولا ما كيعود من تما ومشاو بغاو يعملوا الشركه
ايوا مشاو للشركه ما بغاش تعطيهم الرخصه، ما بغاش تعطيهم الرخصه ديال الماء وديال الاناره. وهادشي هذا شمن علاقه حنا عندنا به؟ خصهم يحلوا لنا المشكل، شمن علاقه حنا عندنا به؟ مع من دابا تينا واش معنا ولا معاهم؟ غتقول لنا حنا الرخصه، الرخصه هما خصهم يجيو وقفوا على هادشي هذا الشغل ديالهم ويوصلوا للواد الحار القادوس للواد الحار ويصلحوا واد الحار ويصلحوا الطريق ويصلحوا الحومه. حنا المشاكل باش تقول لي عرقله ما بين امانديس والجماعه ولا ما بين امانديس والعماله ولا ما بين شركه وشركه، مع ان حنا مواطن ما عندنا حتى علاقه بها اخاي. حنا المصلحه ديالنا هو نجبر الطريق مع وطن نمشي عليها ومشي ولادي عليها مزيانه، هذا هو الربح ديالي وهذا هو الطلب ديالي وهذا هو حقي اللي خصني صافي. اما باش حنا غنمشيو الصراع ما بين الجماعه اولا بين هادي، الحق ديالي لا، الحق ديالي في البلاد عندي وخصني نوصل له. والله العظيم عندي وخصني نوصل له، ما ديناش دابا نديوها غدا ان شاء الله، نديوها غدا ان شاء الله. حقنا خصنا نوصلوا له سي محمد، حقنا الحومانية حتى واحد ما كيهضر على حقه، على داك الشيء ما كيوصلوش لنا هنايا بزاف. لا ولكن قلتوا بلي هبطتوا كتشكيتوا ما كيجيوش عندكم. مولاتي في اي انتخابات كانوا كيهبطوا من هنايا عندكم؟ ها ضروري. من الانتخابات ما عاودوش كتشكوا كتشكوا وما كيجيوش. اذا فين هما المنتخبين؟ فين هما اللي صوتوا عليهم؟ المنتخبين نهار الانتخابات هما اللي كيتصلوا بينا، هما اللي كيقولوا لنا الله يرحم لكم الوالدين وجدوا لنا شي دار ولا هادي باش نعملوا شي تجمع معاكم، هما اللي كيكرمونا وكيجيونا ويكرموا، حنا كنكرموا من عندنا. وهما اللي كيجيو يجلسوا ويوعدوا ويهضروا، وتينا كتعرف ديك التصفيقات ديال الانتخابات بوحديتهم وديك الهيلاله ديالهم، وحنا معاهم ماشيين معاهم. هكا كنمشيو كاملين فديك الظلمات بحال هكاك، حتى كنتفاجئوا في الاخر حنا كندوزوا 4 سنين عاوتاني كامله كنغوتوا فيها، وشكون يسمعك وشكون يديها فيك. من بعد من عاود نتسناو الدوره. قلب هوري كيفاش كيطلعوا الطوموبيلات. شوفوا المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي، شوفوا معنا المعاناه كيف كطلعوا الطوموبيلات. الطوموبيله ديالك طلع مننا راه تفرع صافي مشات. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو هو عمي اجي تهضر معنا عمي تاتين؟ اجي اللي قلتي بحال كرابه، اجي قول لي شنو كيفاش عيتي كتعدل هنا؟ كتجي شنو كتعدل الحومانتين هنايا؟ هادشي كامل اللي انا شوف هذا حمامي اصلي، هذا حمامي الحومانتين. تفضل قول لي. هذا الديور اللي ساكنين هنايا وهذا الطرق انواتي كاملين ديال الحمام تاعنا بعنا. ما بقى عندنا والو، بقينا بحالنا بحالو. انا بيدي ما بقيتي دابا حمامي وليت قفتي. هاد الطريق هادي كاملة محفرة، عاتي فيها السد المترو يانا، ومن هاد الجهة هادي عاود عاتي لهم السد المترو من الجماعة. دابا وقفتنا دابا الطوموبيلات كندخلوا الحومة وكذا وكلشي محفر. الدار ديالي فيها زوج بومبيات، من هاد الجهة هادي سلات كتقع الكليزات والسرقة هنايا في الليل. متيني هادي المصيبة هادي طيحة علينا ربي. يعني عندكم طريق، عندكم إنارة، عندكم روينة. جوجي مرة أخرى ولقاي جاو هضرنا معاهم، جاو على شي سبيلة وعوضنا الأمور وخلينا ديك سبيلة، حيت سبيلة الوالدة تاعها بالكواغد ديالها كلشي ديالها. خلينا الناس مساكننا عندهم شي الماء كيشربوا هذيك. دابا حنا كنهضروا على مصلحة عامة هادي، على الطرق كنهضروا هنايا، ما عندنا غير حتى شي حاجة. باش مع الإدارة الشارف العزوجي قولوا الطريق راه محفرة، حنا جبرنا محفرة اليمين والشمال، جود دخلت عندنا الحمام هادي وهادي. وهنا القادوس مره اخرى عاود طردوا واحد المصيبه، هذا هو السبب. ما هما كانوا غادي يعملوا هذا الزفت وهذا الشيء، هذا دار فيهم خلوهم هذا على خلوهم هذا الريحيس تروت وكذا، هما خدامين شي كذا وهذا، رجعوا بالكاميون ديال الزفت رجعوا بكل شيء. راجل واحد معكس عكسنا في هذا الشيء هذا كامل. وهذا الشيء اللي قالتو كل شيء عين براني عين لي ترانزي. واخا اجي نقول لك دابا من غير الاناره من غير هذا الشيء، شوف ملي دخلنا من داخل شفنا عندكم حتى مشكل ديال الزبل. الزبل ما كيأثرش على البلديه، عندها الزبل تما كتجي تجي القباب كتجمع كل شيء كتديه الفقر. حنا في الزبل، حنا عندنا الغلط والطريق. ولكن عندكم ماشي غير الطريق، عندكم مشاكل هنا. شفت عندكم دابا السيد كيقول لك عنده فوقي حتى الواد حشو. دابا حنايا شو حنا كنهضروا على المشاكل ديال الحومه كامله، ماشي زعما غير لا زبل ولا هان. كنشوف عيال قطوط كياكلوا كيدبروا على راسهم هم كلان بحالنا كاشي بلا شغل. حنا كنهضروا على الطريق وصافي، هادي وهاديك تصلح لنا. نهضروا مع الاداره دي تصلح لنا الطرقان ديالنا. حنا ما عندنا غير حتى شي حاجه، ما حنا كونترا الاداره ما كونترا الصحافه. الصحافه كيتولوا يمشوا بحالهم، يديوا البركه ديالهم تمشي بحالها. هي كتهضر مع القياده ديالنا، الدراري راهم جاوا عندنا كذا، تعرف كيف تهضر معاهم تما.
راه هاتي هذا، هاتي هذا، هاتي هذا ملي كتوصل لهم كيقول لك شوف جابوا الصحابه صورات تلقاهم كذا، وحنا ما قدروش يجيو عندنا زبحوا الصحابه. لا ولكن مشيتوا عندكم عملتوا شكايه؟ لا بلاتي، لا تسمح لي، بلاتي عمي، بلاتي عمي، بلاتي عمي، بلاتي ما مشيتوا عملتوا الشكايه ديالكم وتنيتوا وتسناو قالوا لي منقطع وهذا ما هي داك الشيء الطريق، حنا كنهضروا على الطريق وراه مشاو تشكاو ما جاوش. يعني ما انتم يعني هما ما خرجوا يهضروا، تبقى هي غتبدا بالعمليه معاهم، تدار معاهم وحنا معاها. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، اعتقد ان الميساج وصل لكم. شفتوا المشاكل اللي كتعانيوا منها هذا الحي هذا. اذا كنتوا معنا في البث المباشر مدينه طنجه، مع السلامه.